يوجد محور آخر، يعني بكل بساطة لا تركيا ولا قطر ولا السعودية ولا غيرها يأخذون في هذه الحرب، هو محور المقاومة، ويبدأ من إيران فالعراق فسوريا فلبنان فاليمن ففلسطين. محمد الضيف العبقرية العسكرية وقائد من كتائب أسدي القسام حاول كيسوني اغتياله أكثر من مرة وفشل، يعني وجه رسالة صوتية منذ يوم الأول 7 أكتوبر اتجه فيها بالحديث لمن؟ للدول المعنية بالنسبة لي من محور المقاومة، مباشرة تحدث عن الشعب الإيراني، العراقي، السوري، اليمني، اللبناني، ما أذكرش دول أخرى يعني خارج محور المقاومة. هذه فلنقول أيضا خففت الكثير على المقاومة الفلسطينية في غزة. ما فعله اليمنيون شيء رائع وكبير جدا، بل غير حتى نظرة استراتيجية للبحر الأحمر، وميناء إيلات الآن فارغ، ميناء إيلات خارج عن الخدمة بسبب الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. نفس الشيء العراق يضغط، وأيضا في سوريا ولبنان منذ اليوم الثاني من 8 أكتوبر وحزب الله دخل الحرب ودخلها جديا، بعضهم يسخر ماذا يفعل ماذا لا يفعل، دخل الحرب جديا. وحتى لما حدثت الهدنة مع الفصائل الفلسطينية في غزة هو التزم بالهدنة، لما عادت الحرب عاد هو إلى الحرب. بقي الآن هل هذه القوى محور المقاومة هي تتلقى أوامر مباشرة، يعني ريموت كنترول تيليكوموندي يقولوا بالفرنسي، يعني يضغط على زر في طهران؟ لا، فلنكن صريحين، هذه قوى عربية ودول عربية عندها حرية، عندها السلاح، أرادت مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. إن أعطتهم إيران وطلبت منهم ذلك فألف شكرا يا إيران، لكن متأكد أن اليمنيين تحركوا بالوعز اليمني، اللبنانيين تحركوا بالوعز اللبناني الوطني، نفس الشيء العراقي، على أساس أنه هذا كيان صهيوني يستأصل ويقوم بحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فلا بد من مساعدته عبر ماذا؟ عبر التخفيف عنه بمثل هذه العمليات العسكرية. الآن أمريكا كما قلت جو بايدن وفي فترة حرجة جدا، لأنه مقبل السنة القادمة على الانتخابات الأمريكية وشعبيته تتناقص بشكل كبير جدا، حتى وبخاصة لدى أنصاره في الحزب الديمقراطي. فدخول في حرب شاملة ضد مصلحته، لأن حرب شاملة يخسر فيها. وجربت أمريكا القوى العسكرية، احتلت العراق 2003، وهذا ما لم يذكره الإعلام الغربي ولا الإعلام العربي التابع، وهو انتصار المقاومة الوطنية العراقية واستنزافها. كثم فيتنام عراقي ضد أمريكا، فيتنام حقيقي، يعني حتى هوليود نشرت وعملت أكثر من عشرات الأفلام السينمائية تتحدث عن مأساة الجنود الأمريكان في العراق، جرحى وقتلى وإلى آخره. نفس الشيء، هو يعرف أنه خسر حرب العراق، يعرف أنه خسر حرب أفغانستان، دخل واحتل أفغانستان، وفي نهاية المطاف هربت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان مثل ما هربت من فيتنام وسلمت السلطة، وسلمت السلطة أعداها وهي طالبان، كما الشيوعيين الفيتناميون سلموا السلطة لما هربت سنة 1975. لهذا ربما وزير الدفاع الأمريكي فلويد جونسون كان صادقا حينما نصح نظيره وزميله الإسرائيلي، قال لو لا تدخلوا غزة أبقوا بالقصف الخارجي، الحروب البرية ستكون خسائرها كبيرة وكبيرة جدا، ونحن نحدثكم من تجربة خاصة. إذن أمريكا لا تريد هذه الحرب الشاملة، ولكن تهدد، لكن دائما بماذا يمكن أن تهدد أمريكا اليوم إيران؟ ما هي السيناريوهات المحتملة بعد تهديد أمريكا لإيران لطهران؟ جو بايدن قال بعد الظهر اليوم العشية، قال اتخذت قرار الرد، ولم يعطي أي تفاصيل في هذا، أي في نوعية الرد. أنا حسب رأيي سيكون مثل ردود سابقة، وهو قصف جوي بصواريخ كروز وبطائرات لمراكز للحشد الشعبي في العراق أو في سوريا، ولكنه سيتجنب قصف الداخل الإيراني. لو يقصف الداخل الإيراني، يقصف مدينة إيرانية وقاعدة عسكرية داخل إيران، لأنه ليست إيران هي التي هاجمت
هذه القاعدة العسكرية في الأردن، وإنما هي المقاومة الإسلامية العراقية، وهذا هام جدا يعني حتى رسميا. لكن في تصريحه الأول أستاذ وأسف على المقاطعة، في تصريحه الأول بايدن أستاذ رياض الصيداوي قال بأن هذا القصف جاء من العراق ولكن بدعم إيراني، وذكر إيران مرات عديدة في نفس الخطاب. دائما عودة للقانون الدولي والبروتوكولات، ليس ثم فرق بين بدعم من أو مباشرة من، ثم فرق للرد. أنت تضرب يعني القوات الروسية، لا تضرب من يدعم أوكرانيا، لا تضرب أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهم يدعمون أوكرانيا. يعني الدعم واضح، الدعم شيء وأن المشاركة مباشرة شيء آخر. بالتالي حسب رأيي وسيتجنب، لأنه حرب شاملة في هذه المنطقة ستخسر فيها أمريكا. هي أصلاً أمريكا خسرت الرأي العام العربي والإسلامي المنحاز الآن والأقرب إلى روسيا والصين، على اعتبار الصين وروسيا وقفتا مع غزة ولم يقصف ولم يحارب دولا عربية. وأمريكا ربما تستفيد أيضاً من تجربة السابقة، كما قلت هزيمة عسكرية في العراق في أفغانستان إلى آخره. فإذا أنا حسب رأي جو بايدن سيتجنب الحرب الشاملة والتصعيد الشامل، وسيركز على الحشد الشعبي، على معسكرات، على مراكز في العراق كما فعل مع اليمن. لكن في نهاية المطاف كما أكرر وأقول، يعني هم مستعدون لهذه الضربة، اليمنيون كانوا مستعدون لهذه الضربات والقصف. نفس الشيء الآن المقاومة العراقية مستعدة لهذه الضربات، فهي تتحرك وفق هذا الاستعداد. لكن حرب إقليمية شاملة وقصف شامل لمنشآت مثلا نووية إيرانية، وأستبعد ذلك على الأقل في الأيام هذه وفي المرحلة هذه. ربما في مراحل أخرى تتطور الحرب، لأنه تبدأ الحرب أيضا بمناوشات شيئا فشيئا، فكرة الثلج إلى أن نصل إلى حرب كبرى، ربما تتطور. لكن في الأيام هذه أعتقد أنه الرد سيكون نسبي، وهو ضرب من قام بهذه العملية، لكن قصفه، لكن من المستبعد كما قلت أن يدخل في حرب شاملة مع إيران. يعني حسب نيويورك تايمز، وتفاعلا مع إجابتك أستاذ رياض السيداوي، نيويورك تايمز مثلا تقول بأنه حسب مصادر مطلعة في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الرد يمكن أن يشمل ضرب أصول بحرية إيرانية في مياه الخليج وعناصر إيرانية في سوريا والعراق. نعم، المكان ممكن هو حتى الكيان الصهيوني عادة لما يقصف مطار دمشق، أو عادة هي شحنات أسلحة لحزب الله أو عناصر من حزب الله أو عناصر إيرانية فيستهدفها، هذا ممكن جدا. فتصبح أو اللافتة، لقد قصفنا العراق أو سوريا، لكن استهدفنا مجموعات إيرانية تنشط في العراق أو في سوريا، لكن ليس طهران، ليس قم، ليس مفاعل نووية الإيرانية مباشرة، حتى يتم تجنب الحرب الشاملة. وهذا ما يسمى بالرد النسبي، رد نسبي يعني مناسب للعملية التي حدثت. في نهاية 3 قتلى و 24 جريح، ليست نهاية العالم. لا يمكن ذلك أن يجر أمريكا إلى حرب شاملة، وخاصة أن أمريكا في الواقع تفعل المستحيل أمام جو بايدن لتجنب اتساع رقعة الحرب لسبب أساسي، وهو اتساع رقعة الحرب سيكون لصالح من؟ لصالح غزة ولصالح الفلسطينيين، سيكون لصالحهم. فبالتالي هي تتجنب منذ اليوم الأول، رفعوا شعار عدم اتساع رقعة الحرب، بل حتى على اليمن يعني يحاولوا يوسطوا دول عربية وخاصة عمان على أساس ووعود وأغراض. لحد اليوم يا يمني، لا نريد حربا معكم ولا نريد أن ندخل في اشتباك معكم، لكن أرجوكم توقفوا عن مهاجمة السفن. نعم. وتحدثت عن اليمن أستاذ رياض السيداوي، من آخر التصريحات التي تحدثت عن اليمن من الجانب الأمريكي، التصريح وقائد الأسطول الخامس الأمريكي يقول صواريخ ومسيرات اليمنيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، في حين لا تملك قواتنا سوى ما بين 9 و 15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيرة حين يطلقها اليمنيون.
يعني وهذا تصريح يقول نحن كأسطول خامس أمريكي رو ليس سهلا علينا رد أو إسقاط الصواريخ اليمنية أستاذ. نعم، مثل ما لم تسقطها يسقطها الكيان الصهيوني في ميناء إيلات نفس الشيء. لكن لاحظ رو العنوان الأبرز هو التحدي اليمني. اليمن تحدى ووفى بوعوده وبتحديه. أمريكا لما ضربت الضربة الأولى القوية على أساس خلاص اليمنيون لن يطلقوا صاروخا واحدا بعد ذلك، خرج الناطق باسم القوات المسلحة العربية اليمنية يحيى سريع وقال بل بالعكس الآن تصبح حتى القوات الأمريكية والبريطانية ومن شاركت في العدوان مستهدفة. فرنسا سحبت نفسها قالت أنا لا أشارك في هذه العملية ولا أشارك مع أمريكا وبريطانيا. هذا بالنسبة للبحرية الفرنسية. فإذا هذا التحدي تحدي في وضح النهار ورسميا ومباشر وليس تحدي كلامي. لا، واصلوا مهاجمة السفن الأمريكية وكل سفن تريد أن تذهب الكيان الصهيوني بالصواريخ وبالمسيرات، تسقط لا تسقط لكن والحقوا ضررا بكثير من هذه السفن وكأن شيء لم يحدث. عاودت أمريكا قصفتهم نفس التحدي، قصفت مرة ثالثة نفس التحدي، وأمريكا في ورطة الآن. ماذا تريد؟ تريد أن تحتل صنعاء والسعدة؟ أدخل مرحبا بكم في اليمن، في جحيم اليمن ستواجهون مقاتلين أكثر من مقاتلين أكثر شدة وشراسة من مقاتلي أفغانستان وأكثر شدة وشراسة من مقاتلي فيتنام. مرحبا بكم، الداخل إلى اليمن مفقود، الخارج منها مولود. تحد كبير وصارخ، ورفع رأس العرب والإسلام وأصبحت شعبية اليمن جارفة الآن لأن ثم ظلم كبير جدا، ثم قهر إبادة الشعب الفلسطيني ولا أحد يتحرك. هاي تحركت اليمن، تحركت لبنان، تحرك العراق، تحركت إيران. يعني هؤلاء نشكرهم أو ننتقدهم أو نهاجمهم، بالعكس هم قاموا